دليلك في الاحتفال بميلاده وحبك فدليلنا حبنا، فدليلنا محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكفي. والله لو قال النبي لا تحتفلوا بيوم مولدي لظننا أنه يتنازل عن حقي فلا احتفلنا، لأن النبي إذا تنازل عن حقه الأدب مقدم على الاتباع، فقد يتنازل عن حقه. لو ورد حتى نص لا تحتفلوا بميلادي وانشغلوا فيما أقامكم الله فيه، لو قال ذلك لاحتفلنا وخالفنا الدليل وقلنا أن الدليل تنازل عن الحق وتقديم الأدب مقدم على الاتباع، فما بالك لا يوجد دليل بالنهي. فشيء عجيب، وقلوب لم يدخل فيها الحب. فنحن دليلنا قلبنا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحتفل به صلى الله عليه وسلم.